عليك الله حسب وديني. طلعنا لك جغم من جوا بيوتات الصوفيه ذات دي الخطه بتاعت الصوفيه في جامعه ام درمان الاسلاميه لمحاربه الركن بتاعنا ده. جبتوه كيف؟ جابوا الله. المهم قال السلام عليكم ورحمه الله الاخوان والاصدقاء بالمجمع الصوفي العام. لنا موضوع للتفاكر بيننا. ده شغل جوا. الله جابه. طيب نحن زي ما شايفين ناس مزمل وغيرهم من التكفيرين ده المجتهدين جدا في الحلقات والاركان. بس بيجيهم دعم مادي دعم مادي كثير. وانتوا عارفين براكم نحن بس نحن يا جماعه لازم تشيلنا الغيره شويه ونشد حيلنا. انا قدر ما اجتمع بالدعاة الصوفيه يقولوا لي دعمي ما في. ده شغل جوا يا جماعه قالوا داري فشل الركن ده. اها ونحن يا جماعه كشباب وكاتب كشاب المهم كشباب كبار وصغار لازم نكون قرب في الواتساب وقاصد جروب وجد قرب. طيب قرب في الواتساب نختار له اي اسم تمام ونتبرع كل ما اسبوع النفر 10 جنيه كثيره عليكم الله. بس لازم نكون جادين ونتفق مع المشايخ امثال شيخ حامد بابكر المشرك وشيخ عبد الواحد اللمين الذي انجغم هنا وغيرهم ونعمل اركان في جامعه ام درمان الاسلاميه وغيرها. لان والله يا جماعه جامعه ام درمان دي ماسكه مزم الفقير على حسابه والما مصدق يجي كل ما يوم اربعاء جامعه ام درمان الاسلاميه اعلان الركن يوم الاربعاء الركن ده الساعه 12. طيب قال ويجي كليه الدعوه ويشوف الغريب وفي طلبه جدد بكثره يعني القاعه في اكثر من 850 طالب كلهم جدد وبعد ده يسمع الكلام ده يعني ركننا ده ركن السلفيين ده ما خلاص مخهم بينشطب وبيسلكوا المنهج التكفيري الارهابي. كذاب نحن ما تكفيرين نحن اللي قعدنا حارب لك التكفيرين يا صوفي عرفت كلامي؟ طيب والواقع يشهد والمجتمع كله يشهد العالم كله يشهد انت كذاب. طيب قال ونحن يا جماعه قدر القروش اللي بتجي بنأجر الساون ما عندهم معك ساون وقالوا بالكير الكون ونقول الكتاب يا شباب زول قال زراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت امددت راحتي واعلم نبات الارض كم هو نابت واعلم رمل الارض كم هو رملتي واعلم علم الله احصي حروفه وان قلت كن يكن. محتاجين لي 10 جنيه 10 جنيه 10 جنيه يجيبوا الساون ديل ما مجرمين ديل ما محتالين. اما شفتح بلاغ الله يفتح راسك ومخك يا صوفي ديل ما مجرمين بلملموا ال 10 جنيه قالوا عشان يذاكروا الركن ده بس ساون. والله ان بقيت انت زاغك ساون تنجغم انت وساون سيستم بتاعك. طيب ان شاء الله قال ونحن يا جماعه قدر القروش اللي بتجي من اجر الساون ولو فضلت حاجه ند الشيخ اللي بيتكلم حاجه اها وده السبب قال الوقف الاركان بتاعت الصوفيه انه ما في حاجه الناس اللي بيشتغلوا بالبنزين او بالبرسيم لازم ياكلوه عشان شنو؟ عشان يشتغل. طيب قال ولو فضلت حاجه ند الشيخ اللي بيتكلم حاجه فهمته وكل عمل لوجه الله شرك كفر. طيب ولازم نشد حيلنا ولكم مني خالص الشكر والتقدير ولكم التعقيب على موضوعي ده اخيكم يوسف الخليفه السكن شرق الجزيره مدينه الهلاليه والريف الهلاليه قريه الحضور طالب بمعهد الخليفه يوسف بدر للدراسات الاسلاميه بمضوء امبان مقيم في مضوء امبان وهذا هو رقمي للتاكيد اها 0129 سوداني 49. والسبب لهذا الموضوع بس اتصلت لشيخ عبد الواحد الامين وقال له يا شيخ لماذا اركانك وقفت؟ لانه انجغم اها وقفت لانه والله وبالله وتالله لما جني الشباب الزول ده ربنا يحفظ يعني اجتهد والطلاب ارتاحوا اجتهد والطلاب ارتاحوا له نحن يعني والدعوه دي ما حقتي انا زول واحد منكم ممكن اضل بكره ممكن انصلح ده شيء بيد ربنا والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن ولا يجوز الدعوه تعلق بشخص دي دعوه الله لو كانت دعوه شخص ما كانت قويه القوه دي العالم كله بيخاف منها نتحدى اي تنظيم في العالم من صوفي تجاني سماني قادري ركيني وانت ماشي كده لحد الحزب الشيوعي السوفيتي ذاته عرفت كلامي؟ الدعوه دي ما يقدروا يقيفوا قدامها ابدا لا ب 10 جنيه لا بساون سيستم ما هو ده مع اللي زيرك مشى امريكا وده غرفه في الكونجرس تاكل ما بعرفه لحاجه مظلمه كده وقاعد هناك حارب الدعوه زول معه اوباما ما قدر يوقف الركن ده ده شغل ولا ما شغل ويوم الدعوه زايده بفضل الله عز وجل
والعالم كله بكورك أعني منهم العطالة واكويك وكوركو في الجرائد وهؤلاء مرتدين وهؤلاء زنادقة والدعوة تزيد زيادة تزيد زيادة وماشي زيادة. نقرأ ها قال وقام قال لي وقام قال لي ده عبد الواحد الذي انجغم قال لي والله يا يوسف دعم ما في دعمي ما في يعني والله حق الساون ده ما فيه ما في من كل الاتجاهات ونحن زي ما ايوه ونحن زي ما شباب قال دار الباقي ونحن زي ما قلت لكم النفر عشرة بنقدر تاني نتصرف ونعمل منشورات ونوزعها طبعا خطه رديء جدا كتابة بايظة انا قاعد اصلح فيها عشان كده بتعتع وغيره مما يفيد التصوف وعليكم الله دي قروش اسي وشكرا نحن برضو نقول لك شكرا شهادة انه التصوف انتهى في الجامعة دي وان شاء الله حينتهي في البلد دي كلها لانه التصوف ودين الشرك عرف التصوف دين الشرك بالله ما زي تعريف انصار السنة العاطل رئيس انصار السنة مين ماحي قال لي ما رايك في التصوف قال مجموعة من الاخلاق الفاضلة اقول لي مجموعة من الاخلاق الفاضلة التصوف ولا اقول لي شنو يعني سموا لي صيفوا لي بدع انصار السنة ده والثاني واحد اسمه شمس المعارف الكبرى بدري كان يسموه الكبرى عشان يتم الناقصة قال نائب الامين العام لانصار السنة المحمدية قبل يومين في قناة الخرطوم الفضائية جابوه في برنامج على المولد قال نحن ندعو اخواننا الصوفية لان يحسنوا صورة المولد ليخرج بصورة مشرفة او كلمة بمعناها يا جماعة باجمل صورة يدعوهم للمولد الذي هو بدعة والقصائد اللي بيقولها فيه شرك انا الجليس على العرش المحيط به دي قالها وين ده مولد الله المولد بتاع محمد عثمان المرغني اسمه النور البراق في مدح النبي المصداق ده المولد بتاعه اللي بيقولوا في المولد كلام كفر يتحدوا رب العالمين زول يقول انا الجليس على العرش المحيط به كما احط بالغيب تفصيلا واجمالا وربنا سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى ويقول تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون دارين منكم حاجه واحده يا طلبه الشيء اللي تعلمته هنا او غير هنا من الحق بالدليل من الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح وبفهم الصحابه ونحن ليه بنقول بفهم الصحابه؟ لانه ربنا قال ما تفهم القران والسنه الا بفهمه وين؟ ربنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا المؤمنين ديل ابن كثير قال هم الصحابه ابن كثير جاب الكلام ده من وين انه المؤمنين في الآية دي هم الصحابة اللي هو ربنا أمرنا انه ما نخالف طريقهم في فهم القرآن والسنة وفي الدين كله من وين؟ سورة الأنفال ربنا قال احفظ الآية دي كويس ربنا قال والذين جاهدوا وهاجروا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله دل منو؟ دل المهاجرين من الصحابة لأنه ربنا قال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ديل المهاجرين من الصحابة ربنا قال طوال في الآية والذين آووا ونصروا ديل منو الأنصار يبقى ديل الصحابة من المهاجرين والأنصار ربنا قال أولئك ديل وديل هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم وحين ربنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن المؤمنين حقا المهاجرين والأنصار في سورة الأنفال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فالكلام سمعته من كلام الله وكلام رسوله بفهم الصحابة والسلف الصالح دارين منكم حاجة واحدة إخوان الطلاب الأكارم الأفاضل تبلغوا لأهلكم كلام ده تبلغوا لأهلك باللسان الطيب بالحكمة بالصبر عليهم أبوك أمك أخواتك حبوبتك خالاتك عماتك أولاد جيران غيره تبدا وانذر عشيرتك الاقربين وتشوفوا البلد دي لو ما صلحت بلد دي ما بصلحها مظاهرات البلد دي بصلحها توحيد توحيد واستغرب يقوموا مظاهره في البصل اذا عدم في السوق وما في واحد يقوم في مظاهره والمظاهره حرام لكن ما في واحد يقوم مظاهره لما واحد يقول انا الجليس على العرش لما واحد يقول انا الله من الصوفيه وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا جزاكم الله خير بارك الله فيكم
شاء الله إلى الحلقات كل أحد وخميس بالحاج يوسف.